السلام عليكم خواتي خواتي تهلا وسهلا لكم كلشي بخير كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخوات مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. الناس اللي مازال ما طمناش عند فلاش مرحبا بكم. ما عليكم غير تقطع الجرس باش يبقاو لكم ديما جديد ان شاء الله وشكرا لكم. المهم اخوات سمحوا لي مؤخرا ما بقيتش كنبارطاجي معكم الفيديوهات حيت بزاف ديال الخدمه وبزاف ديال الستريس، ولكن راني قررت نبقى نبارطاجي معكم بعض الفيديوهات ديال الخدمه ماشي روتيني اليومي، ولكن الفيديو اللي تقدروا تستافدوا منهم بزاف ديال الدراري حيت كيسولوني ديما على التكوين المهني، وانا دابا حاليا كندير التكوين المهني وغادي نبارطاجي معكم المعلومات ديال التكوين المهني. واللي عنده شي سؤال على التكوين المهني مرحبا والف مرحبا. اليوم غادي نبدا لكم غير من الشرح ديال التكوين المهني، والفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي نوري لكم البلاصه فين كنقرا. ومهم بزاف ديال الحوايج على التكوين المهني، بزاف ديال الحوايج اللي باغي تعرفوا على التكوين المهني غادي نبارطاجيها معكم. ومهم قبل ما نبدا لكم اليوم في هذا الفيديو باغي نعاود لكم واحد الحاجه اللي تخص حتى هي نيت بالتكوين المهني، حيت هاد الايامات وصلت لينا واحد البره باش نمشي لواحد البلاصه باش نبريباريو الامتحانات، حيت هنا في المانيا ملي كيقرب لك الامتحان ديال التكوين المهني، حيت هنا في المانيا كيصيفط لك واحد البراش تصور قبل الامتحان، كتمشي لواحد البلاصه وكتوجد تما الامتحان ديالك وتما فيه النقاط. المهم كيجيو الاساتذه كيشوفوا داكشي اللي درت واش مزيان ولا لا، واش غتقدر تنجح في الامتحان ولا لا. الا تعلمتي كيقول لك راه هادشي درتيه مزيان، سينو كيقول لك كيوري لك الاخطاء، كيقول لك هادشي خصك تعلمو، هادشي خصك تعلمو، هادشي خصك تعلمو. المهم ديك البلاصه بعيده عليا انا بشي 35 كيلومتر، ديك الورقه مكتوب بلي راه عندهم الماكله، عندهم المبيت، عندهم الويفي تما، وما خصناش نجيبوا الماتريال ديال الخدمه. مشيت انا واحد الاول، المهم النهار الاولى مشينا عندهم المكتب ديالهم باش نريزيرفيو، وفاش سولناهم الثمن قالوا لنا 10 د الاورو. تسحب لنا حنا واش 10 د الاورو من النهار، لكن لا 10 د الاورو السيرة لا. سمعت 10 د الاورو فيها البيت والماكله، قلت له البيوت فاش ما عمرني شفت شي حاجه ديال 10 اورو في الماكله، فابور الفطور والغداء والمهم والعشاء. قلت لي غير الله يخرجها بالنهار بخير على خير. طلعنا من دوك البيوت لقيناهم بحال الحبس، نزلنا عاوتاني الماكله لقيناهم بحال الحبس، الويفي تما ما كانش، الويفي ما كانش، وكاين واحد البرد تما. الحاجه الوحيده اللي مزيانه تما هي كاين البلاي، كاين البيا، كاين السكاي ملي كيكون شي ماتش كاين اقل شي اللي مزيان تما، شي حاجه اخرى ما مزياناش. المهم دابا غادي نرجع للموضوع. بزاف ديال الدراري كيصيفطوا لي ميساجات، اخويا واش التكوين المهني ديال المانيا بحال ديال المغرب، واخويا واش كيخلصوكم تما، واخويا واش كيعطوكم الحوايج باش تخدموا، واخويا واش واخويا واش كتمشيو مور التكوين المهني للستاج، واخويا واش كاينين البوسيبيليتيز ديال الخدمه. المهم بزاف ديال الاسئله كيطرحوها عليا الشباب، واليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم انا هادشي كامل. وكل فيديو غادي نهضر لكم على التكوين المهني، المره الجايه غادي نوري لكم البلاصه فين كيديروا البريباراسيون، ولكن هذه المره دابا غادي نشرح لكم التكوين المهني. المهم التكوين المهني انا في المانيا راه ماشي في حال ديال المغرب، انا في المانيا راه ما كتخدمش وما كتقراش في نفس البلاصه. تكون المهني هنا في المانيا راه كتخلص، تكون المهني هنا في المانيا ملي كدير تكون المهني في المانيا داك اللي كتكون خدام عنده كيخص يعطي لك الحوايج ديال الخدمه. هذا اللي كنخدم عنده انا كيعطي لي الحوايج ديال الخدمه، المهم كيعطي لي كل 3 شهور الحوايج ديال الخدمه، حيت حنا في السفاره دغيا كيتوسخو كل 3 شهور كيعطي كيجيب لي الحوايج ديال الخدمه. و ستاج مور التكوين المهني هادشي ما كاينش هنا في المانيا، حيت ملي كتكمل التكوين المهني هنا في المانيا كتمشي ديريكت للخدمه، الا عجبتيه كتبقى عندو، الا ما عجبتيهش كتمشي كتقلب على راسك. هو هنا في المانيا الواحد ملي كيدير التكوين المهني كيف ما قالوا لي بعض الشباب اللي واش كيخدموا كيقراو في نفس البلاصه، لا كتمشي بحال انا دابا كندير ديال السباحه كنخدموا في الديور ديال الناس، كنخدموا في اي بلاصه كنخدموا برا للداخل، المهم اي بلاصه كنخدموا بعض المرات في المدارس في المستشفيات، بزاف ديال البلايص خدمت فيهم انا، بزاف ديال البلايص خدمت فيهم. وعندي غير 3 ايام ديال الخدمه،
ويومين ديال القرايه. ودوك يومين اللي عاوتاني ديال القرايه ملي كنمشي للقرايه كنتلاقى مع الدراري اخرين اللي دايرين نفس التكوين المهني ديالي، وكاينين عاوتاني الدراري اخرين اللي دايرين تكوين اخر ومعايا حتى هما في المدرسه، ولكن كل واحد والقسم ديالو. هذيك المدرسه هي ديال التكوين المهني، كاين اللي كيجيو نهار الثلاث، كاين اللي كيجيو نهار الاربع، وحنا عندنا نهار الاثنين والثلاث. والمدرسه هنا في المانيا راه بابا، وراه مازال غادي ندير واحد الفيديو نوريكم المدرسه فين كنقراو تما، وراه مازال غادي ندير واحد الفيديو نوريكم المدرسه فين كنقرا انا في المانيا، غنوري لكم كلشي ديال التكوين المهني. حيت شفت بزاف ديال الفيديوهات ديال بزاف ديال اليوتيوبر مغاربه اللي كاينين هنا في المانيا ولا اللي باغيين في المانيا كيهضروا على شي ديال التكوين المهني. الصراحه كاينين وحدين كيهضروا بمصداقيه، وحدين اخرين يمكن غير سمعوا التكوين المهني وداروا الفيديو الخلاص ديال التكوين المهني. هذا اللي كنخدم عنده هو اللي كيخلص ليا في الشهر، كل شهر المهم كل عام، حيت كاين العام الاولاني كاين العام الثاني كاين العام الثالث. العام الاولاني كيخلص لك واحد المقدار، والعام الثاني كيخلص لك عاوتاني واحد المقدار اخر، والعام الثالث كيزيد عاوتاني، هذا العام الاخراني كيزيد لك شويه ديال الفلوس. والا ما عندكش باش المهم تجوش تخلص الكراد ديالك تما كتدخل الدوله وكتعاونك الدوله كتكون مع مالين الدار ديالك صافي، داكشي اللي كتربح فيه التكوين المهني ديالك انت. كتكمل التكوين المهني هنا في المانيا كيعطيو لك واحد الدبلوم، وذاك الدبلوم تقدر تخدم به في اي بلاصه، وإلا عندك النقاط مزيانين وباغي تزيد تكمل تقدر دير المايستر ديالك. إلا درتي المايستر ديالك تما فاش كتقدر تكون عندك الفيرما ديالك، المهم تقدر تكون عندك الشركة ديالك وتجيب الخدامة يخدمو عندك، ماشي غير الصباغة. حيت هنا في ألمانيا الخدمة راه كاينة وموجودة، يكذب عليكم الكذاب يقول لكم الخدمة راه مكايناش في ألمانيا، والله يسهل على أي واحد. ما راه كدير ديال 3 سنين العام الاولاني كيعطيو لك واحد 24 يوم ديال الباكونس، المهم 24 يوم ديال الباكونس لحد السبت والحد ما كيتحسبوش، والعام الثاني حتى هو 24 يوم، والعام الثالث كتكون عندك هي 12 يوم. ومهم كيخصك كل عام تاخذ الباكونس ديالك، حيت الا شاط لك شويه الباكونس العام الاخر كيمشي لعبه عن الكره. وهذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى لكم هذا الفيديو. ما تنساوش في راس العام هذوك اللي كتخدم عندهم كيجيو كيعطيو لك شي ديال الفلوس، المهم كيجيو كيعطيو لك واحد الجوا فيه الصرف كيكون لك هذه التدويره ديالك. المهم راه بارطاجيت معكم كلشي ذاك النهار في شهر 11، المهم قبل ما نمشي نتفرج في الماتش الثاني ديال دورتموند. المهم دوك لي ماتش اللي شفتوني مشيت ليهم كاع راه مشيت فابور والله، حتى دوك لي ماتش اللي مشيت تفرجت فيهم راه فابور. بزاف ديال الحوايج كنمشي ليهم فابور. باش خليو تعليق في هذا الفيديو، ومن بعد ندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله نشرح لكم كل شيء. بزاف ديال الناس اللي غاضين فيا، ولكن انا ما كيهمنيش الهضره ديال الناس، حيت انا كنعرف شكون انا وبلاد مخلي طرا صافي واشي. المهم خوتي خواتاتي حتى راه وصلنا دابا لنهايه هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم، وما تنساوش تابونوا عندي فلاشين، وشكرا لكم. راه غادي نبارطاجي معكم البلاصه فين كنبريباريو الامتحانات ديال التكوين المهني، راه نبارطاجي معكم المدرسه فين كنقراو، راه نبارطاجي معكم البلاصه فين كنخدم انا. المهم بزاف ديال الحوايج اللي كيتعلقوا بالتكوين المهني نبدلوا شويه المحتوى، ماشي ديما شي ديما الضحكوا والقصايره التكواش، مره بعد الفيديوهات اللي يستفدوا منهم الناس، واللي باغي غير الفيديوهات ديال الاستفاده يمشي لها تعالى تما تلقى كل شيء. وهذا الشيء اللي كان، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم، وما تنساوش تابونوا عندي فلاشين، وشكرا لكم، بالسلامه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.